هذه كلها احيانا تؤدي الى فقد عجز بمنظومه الفانكشن مال الكبد، نسميها ليفر فيلير، يعني عجز الكبد. مثل ما عندنا هارت فيلير ورينا الفيلير، عندنا ايضا ليفر فيلير، وسوف نحكي عن المواصفات مع ليفر فيلير. طبعا عندنا اكيوت ليفر فيلير وعندنا كرونيك. الكرونيك ليفر فيلير يصير مثلا بالليفر سيروسس، زين، يعني باللونج ستاندينج ديزيز، زين، قد لمانث تو ييرز تو اوكر، جيد. بينما الاكيوت ليفر فيلير يجوز انسان ما بينه شيء، فور اكزامبل امان 20 ييرز اولد، صار عنده اكيوت فايرال هيباتايتس او دراج توكسيسيتي من الدراجز، ممكن خلال ايام او اسابيع قليله يصير اكيوت ليفر فيلير. فاذا هون لها علاقه تيمبورالي، يعني بالزمن. طبعا هو رابيد اند بروجريسيف، مثل ما ذكرنا، سيفير امبيرمنت اوف هيباتيك فانكشن، وعاده كاركترايزد باي كونفيوجن ستيوبر اند كوما، يعني المينتال ستيتس سايكولوجي والكونشسنس اوف ذا بيشنتس ويل بي افكتد. ويقسموها يعني حتى الاكيوت بها تقسيمات حسب الفتره الزمنيه. اذا الفيلير صارت اقل من 7 دايز، يعني اقل من 7 ايام من الانسيدنت مال الانجوريوس ايجنتس، نسميها هايبر اكيوت. واذا صارت بين الاسبوع والاربع اسابيع، زين، نسميها اكيوت. واذا عبرت الاربع اسابيع الى ال 12 اسبوع، هاي نسميها سب اكيوت. بس هي عاده كل الاكيوت تقع يعني اقل من 6 اشهر، مثل ما هذا السلايد يبينكم. طبعا احنا should be differentiated from acute deterioration of liver function in patients with chronic liver disease. يعني طبعا هون المانجمنت مال الاكيوت يختلف عن الكرونيك هيباتيك فيلير، مثل ما راح نبين. الكوزز مالتها ذكرته بالمقدمه، ممكن تكون فايرال هيباتايتس، هاي الاكيوت، يعني تعمل انتكاسه خطيره في وظائف الكبد عن طريق التهابات الكبد الفيروسيه، وممكن تكون دراجز اند هيربز مثل الباراسيتول او الكحول ان لارج اماونت، زين. ممكن يكون نتيجه ماده سامه مثل امانيتا فالويدس، هاي فطرية، أو مادة صناعية يسموها كربون تتراكلورايدز، زين. وأيضا ممكن الأكيوت فاتي ليفر، ممكن الأكيوت هيباتيك فيلير يصير ديو تو بريجنسي، مثل ما ذكرنا بالمحاضرة السابقة، أكيوت فاتي ليفر أو بريجنسي، ويلسون ديزيز نوبات يعملها، شوك وهارت فيلير بلس سبلاي يطل، باتشياري سيندروم هو عبارة عن أكيوت ثرومبوزز أوف ذا هيباتيك فينز، أيضا يصير عندنا أوبستراكشن وهيباتوميجيل. ليبتوسبايروسيس سبايروكيتال ديزيز، هذا تنقله يعني الراتس، زين، هذول اللي يشتغلون بالمجاري، زين. اكستنسيف مالجنان ديزيز اوف ذا ليفر، هم ممكن يعمل عندنا اكيوت ليفر فيلير، زين. وعاده في كل الاسباب احنا عندنا يعني فقد مجموعه مجهوله ما نعرف، يعني ممكن يجيك واحد اكيوت ليفر فيلير ما تعرف السبب، بس الارقام بالغرب هو 10%. الفيتشرز مالتها يصير عندنا نيورولوجيكال اند سايكولوجيكال ديستربنس، يعني مينتال ستيتس ويل بي افكت. فيقسموها حسب الجريدات من ال1 الى ال4. جريد 1 بور كونسنتريشن، يعني المريض تحكي معاه وما يركز عليك، هو كونشس بس ما يركز عليك. المرحله الثانيه المريض يصير دراوزي، يعني يصير يعني قريب من النوم، لسه يغفي نحن نقول عليه، زين. المرحله الثالثه يصير عنده كونفيوجن، يعني ما يعرفك، ما يعرف اخوته وخواته امه ابونه، وكذلك ما يعرف المكان والزمان، زين. اما المرحله الرابعه وهي الخطيره ان ريسبونسيف اند ذن كوما، ما يستجيب، يعني تصيح عليه وتحكي معاه وتعمل له ستيميوليشن ما يستجيب لك، زين. وايضا اكو علامات مصاحبه لهاي الجريدات مثل يوني، يعني كثره التثاؤب، او هيكف فهق يصير عنده، وحتى نوبات كونفولشن يصير عنده. وايضا ذكرنا احد اسباب الترمر يسمونه فلابينج ترمر، يعني استريكسس، هذا اذا المريض يمد يدينه، طبعا هو هون كونشس بس دراوزي، اذا يمد يدينه راح يصير ريفليكشن ات بوث ريست. طبعا بالباثوفيسيولوجي مالتها يقول لك المرضى هذول اللي يصير عندهم اكيوت ليفر فيلير يصير عندهم وذمه من وذمه دماغيه، يعني تجمع السوائل داخل الدماغ يسموها سيريبرال إديما، ويزداد عندنا الانتراكرينيال بريشر. فاذا ازداد الانتراكرينيال بريشر، اذا نفحص البيوبلز مال المريض تكون ان ايكوال، يعني شوف حدقه ضيقه حدقه واسعه، زين.
ونوبات حتى البيوبل ما تستجيب لللايت يسموه فيكست بيوبل زين. وهذا المريض اللي يرتفع عنده الانتراكرينيال بريشر يصير عنده فقد ريفلكس يسمينه كوشينج ريفلكس. شنو هذا الريفلكس؟ المريض البلد بريشر مالته يرتفع ويصير عنده براديكارديا هايبرتنشن اند براديكارديا. وايضا due to stimulation of the respiratory center by this edema يصير عندنا هايبرفنتيليشن. المريض يصير عنده sweating, myoclonus يعني حركات غير طبيعيه بالعضلات, ونوبات يصير عنده فوكال ابيليبسي يعني يده تتحرك حركات ستيريوتايب يعني متكرره. او نوبات المريض يصير عنده ديسيربريت بوستيري يعني يصير عنده تقلص بالترنك ويدينه لي خلف ورجلينه متمدده سموها ديسيربريت بوستيري. واذا نفحص الاي مالته بالاوبثالموسكوب راح نشوف عنده بابليديما يعني اديما اراوند ذا اوبتيك ديسك. طبعا المريض ايضا من جمله الكلينيكال فيتشرز مالته يصير عنده نوزيا فوميتينج abnormal breath odor يسموه fetal hepaticus. واحيانا طبعا حالات مالتهم زين ايش طبعا features لانه liver is affected زين يصير عندنا jaundice progressive and deep jaundice. بس اكو حالات من acute hepatic failure عود المحاضرة صار آسفين انقطع التيار الكهربائي. عاد تسمعوني واضح؟ نعم دكتور نسمعك. فعن نحكي الكلينيكال بيكتشر مال اكيوت ليفر فيلير. المرضى يصير عندهم جوندس بس اكو حالات ما يصير بها جوندس يسموها ري سيندروم. هذا الري سيندروم اشنو؟ اطفال صغار يصير عندهم مثلا تشيكن بوكس عمره ما اقل من 10 سنوات يعطوهم اسبرين مال الاطفال نوبات يصير عندهم هيباتيتس اند هيباتيك فيلير نسميها ري سيندروم. هذا بالاطفال يعرفونه. هذا يصير عنده هيباتيتس بس الجوندس ما واضح وايضا يصير عنده هيباتيك فيلير. طبعا الليفر ماي بي بالبابل انيشيالي زين بس سم تايم اذا صار سيفير نيكروسيس سم تايم ذا ليفر از امبالبابل. السبلين طبعا حتى يصير بالبابل يعني عندنا كرونيك كونديشن هذا اكيوت يوجوالي يعني سبلينوميجالي انكومن. طبعا مع اي ليفر فيلير ممكن يصير عندنا اسايتس واديما. طبعا هذول المرضى قلنا يعني الكومبليكيشن مال اكيوت ليفر فيلير. طبعا ممكن يعني مريض يصير عنده هيباتيك فيلير يصير عنده اسايتس وجوندس بس المينتال ستيت مالته مليحه يعني ما كونفيوز ولا ديس اورينتد ولا كوماتوز زين. بس اذا الحاله تطورت مال اكيوت ليفر فيلير يعني الفانكشن مال ليفر كله صارت ما مليحه ممكن المريض يصير عنده انكفالوباثي ان سيريبرال اديما اللي ذكرناها زين. وايضا اي اورجان بالجسم يصير بينه عجز other organs of the body will be affected. يعني ممكن المريض يصير عنده مثلا cardiovascular collapse يعني hypotension وممكن يصير عنده respiratory embarrassment يعني قلنا hyperventilation ممكن يصير عنده renal failure. وهذول المرضى مناعتهم تضعف يصير عندهم infection وفيفر. وايضا الليفر عندنا من يصير بينه تلف يصير they are liable for hypoglycemia اللي هي لازم واحد يشخصها بسرعه حتى انت تعطي جلوكوز ووتر زين. وايضا يصير عند الميتابوليك اسيدوسيس. طبعا هذول المرضى نعمل لهم فحوصات. الفحوصات تركز يعني بها ثلاث شعب تقريبا تو ديتيرمن ذا كوز. احنا نوبات نريد نعرف السبب مال الاكيوت ليفر فيلير ليش صارت حتى يجوز فقط شيء علاج نعطينه المريض يتحسن. فنعمل له توكسيكولوجي سكرين blood and urine يعني نشيك الباراسيتامول ليفل لانه الباراسيتامول اذا ارتفع بالبلد ممكن يصير عندنا هيباتيك فيلير. ايضا المريض نعمل له فايرال ستدي اي جي ام انتي هيباتيتس بي كور انتيجين يعني شخص الهيباتيتس بي الاي جي ام مال الهيباتيتس اي زين. وايضا انتي بودي اجينست هيباتيتس سي يعني الفايرال ستدي نعمله. وايضا نعمل لهم سيريولوبلازمين اند سيرم ان يورينري كوبر لانه ويلسن ديزيز ممكن يصير عندنا ليفر فيلير اكيوت زين. وايضا نعمل لهم اوتو انتيبوديز ليش؟ لانه عندنا الاوتو اميون هيباتيك ديزيز اللي هي مثلا اوتو اميون هيباتيتس
اور برايمري بيليري سيروسز نوفاز تكون سيفير وتعمل عندنا هيباتيك فيليا، فلازم نعمل له انتي نيوكليير فاكتور، انتي مصل، انتي سموث مصل انتي بادي اي ام اي، وايضا ليفر كيدني مايكروسومال انتي بادي. هاي انتي بادي كلها اجينست اوتو اميون ديزيز. وايضا اي مريض يجيكم جوندس واسايتس لازم تعملوا له يعني الترا ساوند اوف ذا ليفر، لكن اكو عندنا اوبستراكشن، ونعمل له دوبلر مال الهيباتيك فينز اللي هو هم دوبلر الترا ساوند، ليكون عندنا باتشياري سيندروم ثرومبوزس اوف ذا هيباتيك فينز. زين، حالات ما نعرف السبب ممكن نعمل ليفر بايوبسي، بس عاده احنا يعني الليفر بايوبسي ناجلها لانه العمليه خطره. ليش من تعمل ليفر بايوبسي ومريض عنده هيباتيك فيلير احتمال يصير عنده بليدنج، لانه هو الفلوتينج فاكتور مالته قليله. زين، بس اذا نريد نعمل ليفر بايوبسي وما نعرف السبب والمريض عنده هيباتيك فيلير، ما نعملها عن طريق الترانسكوتينيس يعني من البطن واسفل الصدر، نعملها عن طريق ترانس جيجولار روت فور يعني تو دايجنوز مثلا مالجنسي او اوتو اميون هيباتايتس. فنعملها يعني ندخل كاثيتر من الجيجولار فينز الى الليفر ونعمل بايوبسي، هذا المخاطر مالته اقل. المجموعه الثانيه من الفحوصات المختبريه اللي نجريها للمريض المصاب بالهيباتيك فيلير تو ديتيرمين ذا بروجنوزيس، يعني دنفشة هذا الحالة مالته سهلي تتعالج بسيطة أشقد المورتاليتي، فنعمل له كلوتينج فاكتر بروفايل يعني نعمل له بروثرومبين تايم زين اور فاكتر 5 ليفل. The laboratory test of greatest prognostic value must be done at least twice daily، يعني مرتين باليوم نعمل له فاكتر 5 وبروثرومبين تايم، وأيضا نعمل له بيليروبين وكرياتينين مال الرينال زين و pH of the blood لا يكون عنده metabolic acidosis. بلازما أمينو ترانسفيريز هذه ما كثير تنفعنا، بس هي liver enzymes particularly high after paracetamol poisoning، يعني مع الparacetamol ترتفع من 10% إلى 500 times the normal level، يعني normally 35 إذا نضربها في 100 يصير 3500 ونوبات تصير 10000 زين. فالليفر انزيمز يعني تعطينا فالدجري مع الهيباتيك نيكروسيس زين. وبلازما البومين ايضا يفيدنا زين، هذا اذا الليفر فانكشن ديرينج زين، يعني الليفر ما بعد ينتج لنا البومين راح يقل الالبومين عندنا والبروجنوزيس تكون ما مليحه، طبعا يغاد الوقت هذا الالبومين حتى يقل مراس. طبعا عندنا هون البروجنوزز، نجي على البروجنوزز مال الاكيوت هيباتيك فيلير زين. طبعا هاي الادفيرز بروجنوزز يعني اذا طلعنا فقد عناصر ما مليحه بالانفستيجيشن معناتها المورتاليتي اكثر من 90%. ايش هي هاي؟ نجي نفصلها هون، كنقسمها تنقسم الاكيوت هيباتيك فيلير ديو تو باراسيتامول اوفر دوز اللي هو كومن عندهم كثير عندهم احنا هون ما هالقد كومن، or other causes اللي هي non-paracetamol causes. يعني البروغنوزز تكون ما مليحة إذا مريض شرب مثلا فقد 20 حباية من الباراسيتامول في حالة كون الـ pH مالته أقل من 7.3 normally هي 7.4 فمعناتها عنده metabolic acidosis. إذا الكرياتينين مالته صار أكثر من 300 normally أقل من 100 زين. prothrombin time normally 10-11 يصير أكثر من 100، والإنكفالوباثي مالته 3-4 يعني المريض ايش عنده زين، عنده تقريبا confusion and coma هاي ما مليحة زين. المرضى اللي عندهم يعني other causes مال الهيباتيك فيلير ما عدا الباراسيتامول poisoning يعطوها كرايتيريا اخرى، اذا ايضا نعيد البروثروبين تام اذا اكثر من 100 سكند هم ما مليحة، او any three of the following يعني ثاثي من الجي هاي ما مليحة، جوندس تو انكفالوباثي تايم اكثر من 7 دايز يعني الفتره اللي نقيسها بين الجوندس وظهور علامات احتلال الدماغ اذا اكثر من 7 ايام معناتها البروجنوزز ما مليح زين. اشقد الصيغليات معناتها البروجنوزز ما مليح. الايج اذا اقل من 10 سنين ما مليح، اكثر من 40 سنه ما مليح زين، او نوبات ما نعرف السبب هذا البروجنوزز، او دراج انديوس يعني عادة الدراج انديوس هيباتيك فيلير كلش ما مليح زين، او الاعشاب زين. اذا البيليروبين عندنا اكثر من 300
زين نوكا عندنا الكرياتينين اكثر من 3 اللي هون البيليروبين، يعني الجوندس نورمالي اشقد ذاته لحد 17. بروثرومبين تايم اكثر من 50 سكند زين، واذا عندنا فاكتور 5 ليفل هذا كلوتينج فاكتور اقل من 15% زين، او انكفالوباثي جريد 3 اند 4 يعني تقريبا تشمل معظم النقاط اللي ذكرناها بالباراسيتامول اوفر دوز مع بعض النقاط الاخرى. فهذه الكرايتيريا كلها تعنينا انه المريض اللي عنده هيباتيك فيلير وشفت هذه الكرايتيريا ان البروجنوزز ما مليح والمورتاليتي اكثر من 90%. العلاج مال الاكيوت هيباتيك فيلير المريض ما يتعالج بالانعاء بالوحدات العاديه يعني بالجنرال وورد، لازم انتنسيف كير يونت وحده العنايه الفائقه زين. طبعا يغادلوا اوبزرفيشن ندحق على الكونشس ليفل مالته والبيوبل البلانترز البابليديما، نشوف الفايتال ساين مالته والريسبيراتوري ليت، نعمل له فلويد بالانس ايش قد نعطي سوائل وايش قد المريض يطلع سوائل انبوت ان اوت بوت اورال اور انترافينوس زين، نشوف اليورين اوت بوت مالته ايش قد المريض يزوع ايش قد عنده يسهال، كل هاي لازم نحسبها. ونعمل له ايضا الفحوصات اللي ذكرناها بلاد جازز مهمه هاي نعمل له فول بلاد كاونت نعمل له زين، يوريا كرياتينين وليكترولايتس صوديوم البوتاسيوم المغنيسيوم البايكربونات الكالسيوم اند جلوكوز اند بروثرومبين تايم. فاذا يغاد له مراقبه دقيقه مع اجراء الفحوصات المناسبه زين. نعمل له انفكشن سكرين لا يكون عنده مثلا انفكشن، نعمل له كلتشر اوف بلاد لا يكون عنده سبتسيميا او يورين او ثروت او الكانيولا سايد، شوف الكلتشر من عده مناطق اللي ممكن يصير بورتال اوف انتري اوف انفكشن زين. نعمل له تشيست اكس راي لا يكون عنده نيمونيا ونشيك التمبريتشر مالته زين. وايضا طبعا هذول المرضى اللي عندهم اكيوت هيباتيك فيلير احسن مكان يتعالجون بيه ما بس انعاش مركز، لازم يم الانعاش المركز اكو وحده خاصه قريبه مال الليفر ترانسبلانت حتى يكون الوقت كلش مناسب قسم من المرضى بالاكيوت يعملوا لهم ليفر ترانسبلانت. فاذا ما عندك ليفر ترانسبلانت تخلينه تركنه بالانعاش المركز احتمال ما يتحسن ويتوفى زين. وشافوا انه المرضى اللي عندهم باراسيتامول يعني كنا اخذ له 20 حبايه باراسيتامول احسن دواء نعطيهم خاصه خلال اول 24 ساعه ان اسيتايل سيستاين هذا سلفر كونتيننج امينو اسيدز زين. وايضا المرضى اللي عندهم اكيوت هيباتيك فيلير اكسكلود بروتين فروم ذا دايت يعني ما نعطيه بروتين هاي وحده، نعطيه انترافينوس جلوكوز زين. وايضا نعطيه فوق الدواء يعمل عنده دايريا نسمينه لاكتيلوز لانه ترى الكونستيبيشن ما مليح للمريض اللي عنده هيباتيك فيلير، فنعطيه لاكتيلوز هذا اللاكتيلوز يعمل لنا دايريا اند البكتيريا اللي تعمل لنا امونيا زين والبيد منش يعني يخلق لنا فقد وسط خاص هذا اللاكتولوز بينه فائده ات ويل ريديوس بكتيريا ويتش برودوسز امونيا ويتش ويل يعني امبير ذا فانكشن اوف ذا برين زين. وايضا اذا المريض عنده مثلا هيماتمسيس ان مالينا ايفاكويت بلاد فروم ذا باول باي انما ان لاكتيتس يعني هذا اللاكتولوز نعطينه انما حقن شرجيه حتى تنظف لانه وجود البلاد هو عباره عن بروتين لود فيفاقم لنا الحاله مال الانكفالوباثي. طبعا لازم تعطينه انترافينوس انتي بايوتكس اذا المريض عنده انفكشن، تشيك الفلويدز مالته البوتاسيوم والصوديوم الاسيد بيز بالانس هاي كلها لازم تاخذها بعين الاعتبار زين. وقسم من المرضى ما يتحسنون عن الاجراءات اللي ذكرناها يحتاج لهم ايش ليفر ترانسبلانت. طبعا الليفر ترانسبلانت مالتهم السرفايفل يعني تقريبا اول سنه 60% زين. اذا ما عملت له ترانسبلانت السرفايفل 10%، فاذا السرفايفل كلش ينفعنا زين. يعني الفتره اللي نعمل بيها الليفر ترانسبلانت ايش قد من وقت ايش قد احسن. واذا ما عندك ليفر ترانسبلانت والمريض ما استجاب للعلاجات التحفظيه اللي ذكرناها انفا المورتاليتي راح تصير 90%. هسه نكمل بقية المحاضرات مالتنا.
طلاب عشفونا على السلايدات. نعم دكتور. جيد جيد، راح نكبر لكم اياه. احنا خلصنا الاكيوت هيباتيك فيلير وطعيناكم الاسباب مالته والفيتشرز والمواقيت مالته ويصا بنعالجه وايش نعطينه وايش الكلينيكال فيتشر مالته زين، وبالاخير اذا ما تحسن المريض نعمل له ليفر ترانسبلانت. هاي يسموه اكيوت هيباتيك فيلير. زين نجي عن موضوع اخر اللي خليناه بالاخير، هو يمكن هاي اخر محاضره بس عندنا بعد البنكرياتاتس ايضا يجوز نعطيها الاسبوع القادم. عندنا الدراجز اند ليفر، يعني هذا الموضوع كلش مهم، شنو علاقه الادويه اللي نستخدمها مع الكبد. ليفر از ذا برايمري سايت اوف دراج ميتا، اي دواء تاخذه انت، اي دواء تاخذه انت الميتابوليزم مالته يصير بالليفر. قسم من الادويه اللي ناخذها الميتابوليزم مالته يصير بالكبد، بس معظم الادويه اللي ناخذها مثل الريفادي النستيرويد الانتي انفلاماتوري دراجز انتي توبركولوس دراجز الانتي كوغولانت الميتابوليزم مالته يصير بالليفر. فذا كاباسيتي اوف ذا ليفر تو ميتابولايز دراجز از افكتد ان ليفر ديزيز، يعني احنا من نعطي اي دواء والمريض نعرف انه عنده ليفر ديزيز لازم نراعي الجرعه اللي نعطيها مال الدواء. نقطة الاخلاء يكون هذا الدواء هيباتوتوكسي، يعني مثلا اميودارون النيتروفيورانتوين الريفامبيسين الاي ان اتش، هاي كلها ممكن تعمل توكسيستي على الليفر. زين عندنا ادويه نستعملها كيموثيرابيوتيك ايجنتس، فاحنا من نعطي اي دواء لازم نعرف الفانكشن مسبقا مال المريض. زين الدراج توكسيسيتي از انكلودد ان ذا ديفرنشال دايجنوزيس اوف اكيوت ليفر فيلير جوندس ابنورمال ليفر. اي مريض يجيكم انت بالعياده الخارجيه او بالاستشاريه او بالردى، اذا جاك مريض عنده جوندس رايت ابدومينال بين اسايتس فوميتينج ليفر فيلير فلابينج ترمر، يعني ايضا من ضمن الاشياء اللي تركز عليها تاخذ هيستوري مال الدراج، لا يكون كنا اخذ جرعه سامه، لا يكون المريض هو اصلا عنده ليفر ديزيز وياخذ ادويه بكميات قليله اثرت على الليفر وعملت عنده انتكاسه. فاذا نحن ليش خلينا دراج هيستوري على مود هاي الشغلات؟ زين فالدراج هيستوري لازم تاخذوه من المريض. طبعا اذا المريض كان اخذ ادويه صار عنده جوندس معناته عنده سيفير ليفر دامج، يعني جوندس از ا باد بروجنوستيك فيتشر ان ا بيشنتس وذ دراج اندوسد ليفر ديزيز. طبعا عندنا يعني الدراجز اللي ناخذها ممكن تاثر على الليفر بدرجات، يعني نوبات تكون اسيمتوماتيك المريض بس ترتفع عنده الانزيمات مال الكبد، يعني لا يستي ولا يلت. الاخ ممكن يصير عنده مايل جوندس، الاخ ممكن يصير عنده مايل هيباتايتس، الاخ يصير عنده سيفير هيباتايتس واسايتس وانكفالوباس حسب الجرعه وحسب الفانكشن مال الكبد مال المريض، يجوز هو اوريدي عنده ليفر ديزيز. زين طبعا الابنورمال ليفر فانكشن تيست اوفن تيكس ويكس تو نورمالايز، يعني مريض مثلا فور اكزامبل اخذ دواء فور اكزامبل مثلا فقد انتي بايوتيك وصار عنده ليفر ديسفانكشن، يعني صار عنده فور اكزامبل الانزيمات ارتفعت الالكلاين فوسفاتيز ارتفع عنده حتى نوبات مايل جونز. طبعا من نقطع الدواء ما ثاني يوم المريض يتحسن، تمام يجوز بعد شهر تعمل له اكو فقد درينج، فينغاد لوقت هذه الليفر فانكشن حتى ترجع لوضعها الطبيعي. طبعا عندنا من الادويه اللي نستخدمها بكثره الكوأموكسيكلاب، هو ديريفيتيف مال البنسلين وبينو امينو ليفيولينيك، يعني بينو ليفيولينيك اسيد، زين كوأموكسيكلاب ضد الستاف اوريوس اللي هي ريزيستنت ماي ليد تو بيرمننت بايل داكت لوس ريزلتنج ان جوندس اند اتشينج، يعني هذا الكوأموكسيكلاب ممكن يعمل عندنا كولنجايتس، كلش خطر كولنجايتس، وهاي الكولنجايتس تعمل عندنا اوبستركتيف جوندس وممكن يصير عندنا فايبروزز واوبستركتيف جوندس لونج ستاندينج، لازم نعالجه بالستنت زين واي ار سي بي. احنا اشون نشخص مريض عنده، طبعا هاي الدراج اندوس ليفر انجري مختصر مالته دي اي ال اي دراج اندوس ليفر انجري. زين بالتشخيص مالته انت لازم عندك فقد قائمه بالمكان اللي تشتغل بيها بالادويه اللي تاثر على الكبد، وايضا قسم من الاعشاب اللي كثير من المرضى يستعملوها ممكن تعمل هيباتوتوكسي، ام لازم تعرفها، واذا ما تعرفها تشيك بكتابك بالانترنت تشيك ذا ليترشر. زين
نقطة الأخرى اللي هي time of drug onset of illness. زين؟ يعني يجب أن تعرف تربط ربط زمني بين الأدوية اللي كان أخذها المريض زين ووقت ما يصير عنده الهيباتايتس. هي عادة من الأربع أيام إلى الثمان أسابيع. يعني المريض إذا كان أخذ دواء خمس أيام ممكن يصير عنده ليفر إنجري. وإذا مريض زين كان أخذ دواء صار له شهرين أول مرة ما بينه شيء وقياخذ الدواء زين وبالأسبوع الثامن صار عنده مشاكل بالكبد ممكن أيضا تكون نتيجة الدرج. شوف الفترة بين الأربع أيام والثمان أسابيع. check effect of stopping drugs on liver function. أنت أشوف تعرف أنه هذا المريض صار عنده دواء أو سمية من هذا يعني صار عنده هيباتيتس من الدواء اللي كان أخذه بتوقف الدواء توقف الدواء. إذا المريض تحسن والليفر فانكشن مالته صارت مليحة معناته من الدواء. إذا رجعت الدواء والمريض صار عنده نفس الخربطة صار عنده هيباتيتس زين احتمال هي هاي من الدواء. فتشيك إفكت أوف ستوبينج دراجز أون ليفر فانكشن إن هيباتيتس تومس. يعني هذا نوبات إحنا بالهيباتيتس يعني اللي يصير من الدواء ممكن يطول يعني شهرين يلا تتحسن ما راسم. يعني لا انت مثلا من وقفت الدواء والمريض ما تحسن خلال اسبوع تقول لا هذا ما من الدواء. بس عاده انت خلال الايام الاولى او الاسابيع القليله الاولى زين تعرف انه المريض تحسن او لا. اذا النوزيا وقفت مالك وما عنده فوميتين خلك انا صوته احسن الرايت هايبوكوندريا الاحسن حتى الانزيمات اذا ظلت مرتفعه بس شويه قلت هم احتمال هذه من الدواء زين. بينما اذا مريض صار عنده اوبستراكتيف جوندس زين اوبستراكتيف جوندس احتمال الشغله طول لست شهور. يعني لو اوبستراكتيف جوندس ديو تو دراجز اذا صار مثلا كولانجايتس الجوندس حتى يتحسن يغادر ست شهور نوبات. يعني ينتظر لي حد الست شهور طورتم شلون لانه عمليه الالتئام الريجنريشن يغادر. طبعا اي مريض يجيكم يعني عنده جوندس رايت هايبوكوندريا ديسكمفورت احنا ما بس نفكر بالدواء زين نفكر لا يكون عنده فايرال هيباتايتس نعمل له فايرال استدي نعمل له الترا ساوند لا يكون عنده ستون شده المجاري الصفراويه. وقسم من الحالات زين يعني حتى نشخصها نعمل ليفر بايبس ليفر بايبس. طبعا التايبس اوف ليفر انجري يعني نحن الاذيه اللي تصير على الكبد الاذيه عاده تكون متنوعه يعني من مايلد الى سيفير. نوبات يصير عندنا كوليستيزيس. الكوليستيزيس معناته الالكالين فوسفاتيز يرتفع اكثر من الاي اس تي والاي ال تي. طبعا من الادويه اللي تعملها الاستروجين هذا اللي موجود بالكونتراسيبتيف كثير زين. الكلوروبرومازين اللارجكتيد بالنفسيه فلوكلوكسيسيلين انتي بايوتيك انابوليك ستيرويد هاي اللي تقوي العضلات يستعملوه هذول الرياضيين ممكن يصير عندهم هيباتايتس زين. بس الكونتراسيبتيف بيلز هاي اللي يستعملوها النساء زين عادة الكونسنتريشن مال الاستروجين مالتها قليل يعني ما قد تعمل هيباتايتس اقل من 50 مايكروغرام بير داي زين. عندنا دواء خطير الكو اموكسيكلاف. الكو اموكسيكلاف is the most common antibiotic that cause abnormal liver function just given after 6 weeks of stopping the drug. حتى اذا وقفت الدواء بعد 6 اسابيع من تعمل له ليفر فانكشن ستدي احتمال ترجع ابنورمال. فديرون بالكم هاي الأدوية اللي ذكرتوها تعمل عندنا كوليستاتيك جونز. طبعاً أكو أدوية تعمل عندنا هيباتايتس. هيباتايتس يعني الأي أس تي والأي أل تي يرتفعون بينما الألكالين فوسفاتيز شوية يرتفع مثل البونستان لبروفين نانستيرويد. الكو أموكسيكلاف نفس الشيء يعمل كوليستاتيك ويعمل هيباتايتس. الاستاتين هاي الأدوية اللي تنزل لنا الدهن بالدم. الريفادين بالتيوبركلوسيز والآين إتش بالتيبي تعمل هيباتايتس. نوبات يصير عندنا سيفير هيباتايتس تعمل ميكروزيز مثل باراسيتامول ان هاي دوز ديكلوفيناك صوديوم هذا الفولتارين خطر الاي ان اتش نفسه التوكسيك هيربز الكوكايين. الكوكايين هذا اللي يعمل ادمان وايضا الاعشاب السامه. استياتوسيس يعني ايش يصير عندنا من نستعمل الدواء يصير عندنا شحوم بالكبد زين. تعرفون الادويه اللي تعملها تتراسايكلين الصوديوم فالبرويت هذا ابو الابيليبسي التاموكسيفين. التاموكسيفين هذا اللي يستخدمونه يعني بالتيومرز انتي استروجين زين. الاميودارون انتي اريثمي
هم يدارون هم يعمل عندنا هيباتيك ستياتوسيس. اكو عندنا ادويه تعمل عندنا فاسكولار ساينوسويدال فينوس اوبستراكشن، يعني تعمل عندنا انسدادات في المنظومه الوريديه للكبد، وهي جدا خطره، يعني تعمل لنا حالات كانه بوتشياري سيندروم، مثل الكالييتنج ايجنتس، هذا الفينكريستين زين، الفيتامين اي اوفر دوز، يعني ديروا بالكم لا تشربون فيتامين اي كثير، نوبات اذا واحد يشرب فيتامين اي بكثره هذا ينخزن بالكبد ويمكن يتلف الكبد عندنا، فواحد ياخذه كميه معقوله ضمن الريكومندد دوز. البوسلفان زين، هذا نستعمله بالمالجنسي، الازاثيوبرين زين، يعني هذا اميون موديوليتر نستعمله مثلا خلينا نقول بالالسراتيف كولايتس بالمالجنسي. اكو ادويه تعمل عندنا هيباتيك فايبروزس، تليف بالكبد، مثل ميثوتريكسيت، هذا الميثوتريكسيت نوبات نعطينه بالروماتويد ارثرايتس، لازم الجرعه الكليه كل تمالته ما تتجاوز الخمسة جرام، هو يعطونه مثلا 2.5 إلى 5 ملغرام بالاسبوع، فاذا الجرعه زادت عن الحدود القصوى ممكن يصير عندنا تليف بالكبد زين. وقسم من الادويه تعمل عندنا ليفر جرانيولوما، يعني فقد فوساي اوف ابنورمال جرانيوليشن تيشو ومعانه ابيثيلويد سيلز وفايبروبلاست ومونوسايتس، هاي سموه جرانيولوما، اللي هو الالوبيورينيال الالوبيورينول اللي نستخدمه بالجاوت يقلل لنا اليوريك اسيد الالوبيورينول. طبعا اكو ادويه لازم انت ما تعطيها بالليفر سيروسس او تستعملها بحذر، دير بالك نحن ايش قلنا، من نعطي الدواء نشيك، من نعطي الدواء نشيك الوظائف مال الكبد زين، يعني اذا واحد ليفر سيروسس انت ما تعطينه ادويه بكيفه، اكو ادويه هيباتوتوكسي اما تعطيها بجرع صغيره جدا او نوبات تتجنبها في حاله توفر البديل يعني المناسب والامين. فعندنا هاي الفولتارين والبونستان والبروفين decreases renal blood flow and cause hepatic failure and also lead to bleeding varices، تعمل عندنا نزف من الفاريسز، هاي ما نعطيها. وthe following drugs may precipitate hepatic encephalopathy، يعني مريض مثلا عنده liver disease او عنده مثلا cirrhosis، اكو ادويه تعطينه اياه يصير عنده encephalopathy، مثل angiotensin converting enzyme inhibitor، لانه هاي الادويه نفسها تقلل الرينال بلاد فلو فوق ما هو عنده ليفر ديزيز، انت تعمل عنده رينال فيليا زين. دير بالك مريض عنده ليفر ديزيز وتعطينه كودائين او فاليوم او ناركوتيكس زين، هاي ادويه كلها تعمل كونستيبيشن وتعمل كونفيوجن وافيكت برين فانكشن، فدير بالك من هاي الهيبنوتيكس والانزيوليتيك، المرضى اللي عندهم امراض بالكبد زين. هذا نحن بصراحة خلصنا المحاضرات مال هاليوم اللي هي محاضرات قصيرة وظل عندنا متسع من الوقت زين، فنحن مثل ما اتفقت معاكم احنا نعطي فقط أقشي ربع ساعة للديسكشن، وأنا نوبات أسألكم أسئلة حتى نزيد من ترسيخ المعلومات في أذهانكم وتكونوا ممكن استفدت. فهسا نحن عندنا محاضرتين ليفر فيلير ودرجز اللي نستخدمها بالليفر سيروسيس، عندكم أسئلة على هاي المحاضرتين أنا مستعد أجاوبكم إياها. دكتور تفضلي تفضلي. ذكرت بالكرايتيريا من حل البروغنوسيس اوف اكيوت ليفر فيلر انه بالنون باراستامول كرايتيريا يتبقى بداية راح يكون البروثرومبين تايم أكثر من 100 سكند، وبعدين قلت راح تكون هاي النقطة مع ثلاث نقاط من اللي موجودين، من ضمن هاي النقاط ذكرتهم يكون البروثرومبين تايم هم أكثر من 50 سكند، يعني هنا شلون راح يكون مرة 100 ومرة أكثر من 50. تمام، كلش نقطة جيدة. هوني هذا البروثرومبين تايم ما بس بوحده، يعني هذا إذا أكثر من 50 ومعها 4-5 كرايتيريا اللي ذكرناها ناخذها بنظر الاعتبار، يعني ما بس فوق 100، فوق 100 بالباراسيتامول تمام، بس إذا فوق 50 ونم باراسيتامول ومعها أذر كرايتيريا قلنا 2-3 هاي ذكرناها، يعني الرينال فيليار الجوندس زين الهينكفالوباثي جريد 3 جريد 4، إذا جمعت كرايتيريا مع أكثر من 50 أيضا نوت جود بروغنوزس، يعني هم المورتال تصير أكثر من 50 أكثر من 90%. صحيح، خوش نقطة هاي، فانتبهوا عليها، بالباراسيتامول أكثر من 100
لم باراسيتامول لانه مع هذا الكرايتيريا يعني شويه من هون وشويه من هون تتجمع تصير كانه مثل المية بحث زين نوكب بحث كرايتيريا اكثر من 100 خطره هوني اكثر من 50 مع اذر كرايتيريا. ايه بعد اسئله خوش سؤال هذا جيد. اسئله اخرى من الطالبات والطلاب مستعدين نجاوبها؟ دكتور تفضل. دكتور قلنا الكونستيبيشن باد فور ليفر فيلير يعني اشلو على ايش دي يعمل دحق الكونستيبيشن عاده من يصير عندنا كونستيبيشن زين الاسطول اذا بقى لفتره طويله داخل الكولون تعرف هذا معانه بكتيريا زين فالميتابوليزم مال البكتيريا زين راح يطلع لنا فرد مواد سامه زين هاي المواد السامه تمتص عن طريق البورتال البورتال يعني سيركوليشن زين والليفر هو اصلا تعبان فراح يصير عندنا كفالوباثي معروفه يعني الدياريا كانه عمليه تنظيف للكولون البكتيريا المضره زين والمواد الغير طبيعيه اللي تطلع نتيجه ستيسز اوف ستول كلها راح تطلع زين فاحنا نفضل الدياريا عن الكونستيبيشن ولهذا نعطيهم لاكتيلوز اللاكتيلوز يعني الكونستيبيشن السكويري مالته كلش خطره الكونستيبيشن اذا واحد عنده فانكشنال كونستيبيشن يعني ما عنده ليفر ديزيز يوميا يا عقبي ما حاله ما طبيعيه وذول الايردلي زين اذا ظل الاسطول بمكان واحد ممكن يصير عندنا فرد حاله يسموه ستير كولر كولايتس يعني يصير عندنا كولايتس بمنطقه الضغط مال الاسطول على الكولونيك وول ونوبات يصير عندنا بيرفوريشن تشعون شلون وذول على الكونستيبيشن يصير عندهم دايفرتيكولر ديزيز واذا واحد عنده ليفر ديزيز وعنده كونستيبيشن احتمال يصير انكفالوباث فاذا خطر الكونستيبيشن بعد اسئله اخرى مصطفى ما عندك سؤال لا دكتور ما عندي سيما أزهار منار ما عندك سؤال تقى أحمد ما عندك سؤال زين نسأل منار عباس عاد تسمعيني منار منار نعم دكتور منار أسألك سؤال الهيباتيك إنكفالوباثي الجريد كم جريد عندنا في الإنكفالوباثي يمكن ثلاثة لا ما ثلاثة أربعة أشني هي أول وحدة أشني أول وحدة تصير عندنا lack of concentration وثاني وحدة تصير هي دراوزينيس وثالث وحدة ايش يصير عندنا confusion ورابع وحدة يصير كوما ايه حمزة عاد تسمعني حمزة حمزة فرح هيثم فرح هيثم أمينة عبد الوهاب ايه دكتور موجودي من انت فرح نسألك سؤال فرح اعطيني فقد أدوية تعمل عندنا كوليستاتيك جونس فقد دوائين كوليستاتيك جونس طبعا يجيكم بالامتحان الشكل أسئلة هاي الأدوية تعمل كوليستاتيك جونس اشني هي بال MCQ تختاروها فأعطيني أدوية تعمل عندنا كوليستاتيك جونس كونتراسيبتيف في عندنا والكلوروبرومازين والكوماكسيكلاب زين منار عباس عاد تسمعيني نعم دكتور منار أعطيني دواء يعمل عندنا جرانيولوما أو ذليبا دواء يعمل عندنا جرانيولوما اللوبيورينول اللوبيورينول جيد زين
زين احنا نسال نسال امينه موجوده؟ امينه عبد الوهاب بلال موجود؟ بلال ندى احمد يا محمد ماكو عافية عشان البقية ما حد يجاوب سنطة مثل نومة أهل الكهف لا أحس ولا نفس يا محمد زين يا محمد أنت مريض إذا جاك جوندس وعنده أسايتس أشو تعرفين هذا ديوتو دروغ إنديوست هيباتايتس أشو تعرفين هذا ديوتو دروغ أشو تعرفين عاد تسمعيني واضح؟ اي دكتور اسمعك ما اعرف ايه يعني ايش تعرفين هذا ديو تو دراجز طبعا لازم تاخذين من المريض يشرب الدواء طلع الادويه مالتك لازم تعرفين الادويه اللي تعمل ليفر توكسيسيتي هاي وحده وايضا يو شود اكسكلود اذر كوزز اوف جوينت يعني المريض تعملي له فايرال ستدي لايك فايرال هيباتايتس لا يكون عنده اوتون اميون هيباتايتس تعملي له السيرولوجي مال الانتي بودي زين تعملي له الترا ساوند لكل اكتف جوندس عن طريق الاكسكلوجن عن طريق الهيستوري فيو شود انسر لايك ذيس يعني الهيستوري ما تكون كافيه اذا بس هيستوري لا ما يكفي الهيستوري نحن الهيستوري لو تكون كافيه بالتشخيص ما نعمل اكزامينيشن ولا نعمل انفستيجيشن ما كافيه روبات ينغاد تعمل اكزامينيشن وانفستيجيشن معاه وسام احمد عاد تسمعني وسام وسام احمد السلام عليكم دكتور اهلا وسهلا يا هلا تفضلي انا رسول دكتور رسل انت اي نعم دكتور اسالي ايش عندك سؤال دكتور بس عندي سؤال بخصوص دواء الدوروفيل دكتور هذا يعني معقول انه يؤثر يعمل ليفر سيروسز ايش اسمه الدوروفيل مال المفاصل دخي كل الادويه اللي نستخدمها بالمفاصل زين اللي هي نون ستيرويد الانتي انفلاماتوري دراجز زين ممكن تعمل عندنا هيباتايتس بس هذا الكومبليكيشن از نوت كومن يعني نوت كومن فانت خاصه اللي من تنتبهين انت ويصب الدخين يعني مثلا مريضه عمرها مثلا 70 سنه وعندها مثلا مفاصل وعاد تاخذ ادويه وعندها هايبرتنشن وعندها انفكشن وعندها other morbidity من تاخذ هاي الادويه معاها نانستيرويد تشيكين انت يريباكي على وظائف الكبد زين خاصه بالالدرلي فيجوز المريضه تيجي تقولكي عندي وجع ببطني زين اغشى عيوني صفغت الادرار مالتي عمق فانت تشيكين الادويه ممكن الادويه مال المفاصل زين اي دواء من المفاصل ممكن يعمل عندنا هيباتايتس وممكن يعمل عندنا جونس فتخليها ببالك هالنقطه تمام دكتور شكرا يا هلا بيكي بعد اسئله خوش اسئله على تسالون هاي اسئله واقعيه على كل اذا ماكو سؤال عندكم اشكركم على حسن اصغائكم وان شاء الله تستفادون من المحاضرات وهنزلكم الوورد مال هذه المحاضرتين اللي طعيناها قبل شويه فين ما لا عفوا دكتور بس كم محاضره بقاعدنا بالجاكيس ضل عندكم يمكن الاسبوع القادم يعني محاضره ومحاضرتين ان شاء الله نحاول البنكرياس هذا تاع الليفر ديزيز خلصناه يعني طعيناكم السيروسز والاوتو اميون هيباتايتس والجوندس والفيرال هيباتايتس والانفستيجيشن والكومبليكيشنز زين والانترودكشن كله طعيناكم اياه زين هذا الليفر خلصناه واذا اي موضوع بالليفر زين تخشعون مثلا ما كنا اخذتموه او ما تعرفون سلمونا علينا ونعطيكم معلومات زين وتشيكوا المحاضرات اللي عندكم يعني تشيكوا المحاضرات اللي عندكم مال الليفر وش على الاشياء اللي قلتوها موجوده عندكم السيروسز البورتال هايبرتنشن الدراج موجود دكتور موجود ايه نعم موجود فشيكوا المحاضرات كلها
لأنه لا تجي بالأخير السنة يقول الدكتور ما طاعتني والمحاضرة أنا كل تطاعت الكمية. هذا ضمن البرنامج نحن عندنا محددين ليفر ديزيزز المحاضرات ما لتو تعطيكم 60 محاضرة بس بالبرنامج ما عندكم وقت طعيناكم تقريبا 14-15 محاضرة نعم. فهذا أنتم مستوى صف الرابع هاي المحاضرات الكفية. فإذا عندكم أي سؤال استفسار زين يابا أنا راح أدز لكم هسه هذول المحاضرات الأخيرة المحاضرة الكفالوباثي والدراجز وإن شاء الله تستفادون من عندي إن شاء الله. شكرا جزيلا يا الله في مالله يا هلا بي.